السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. تعرض لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح لحادثة سير خطيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفقا لتصريح مسؤول النادي محمد طلال. فإن فلوح في حالة حرجة بعد تعرضه لإصابات خطيرة في العنق والصدر ونزيف في الرأس نتيجة اصطدام السيارة التي كان يستقلها مع شاحنة. قناة المغرب تيفي تتمنى الشفاء العاجل للاعب أسامة فلوح إن شاء الله. وفقا لمصادر موقع كورة الخاصة القريبة من شؤون المنتخب المغربي، تم الإعلان عن اتفاق بين المدير الفني للأسود وليد الركراكي ونجم كالاتاسراي التركي حكيم زياش، ويتضمن هذا الاتفاق مشاركة زياش في مباراة واحدة من المباراتين المقبلتين للمنتخب المغربي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية. يبدو أن نجم ريال مدريد براهيم دياز سعى لتغيير جنسيته الرياضية من الإسبانية إلى المغربية ليتمكن من تمثيل المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023. هذا يأتي بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني مرة واحدة في سنة 2021. أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا فاز بجائزة أفضل لاعب في النادي لشهر شتنبر الماضي. حارث ساهم في نجاحات النادي وقدم أداء مميزا في المباريات. في إعلان مفاجئ، أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد اعتزاله ممارسة كرة القدم في سن 32 سنة بعد مسيرة حافلة امتدت لمدة 16 سنة وأكثر من 700 مباراة. هازارد كان يلعب مع ريال مدريد قبل اعتزاله. جاء في صحيفة العربي الجديد أن وليد الركراكي مندهش من أداء اللاعب أيوب الكعبي، وأوضحت الصحيفة أن الركراكي تحدث إلى المهاجم المغربي بحضور مساعده رشيد بن محمود الذي كان من أكثر المدافعين عن الكعبي لكي يعود لتعزيز صفوف الأسود، خصوصا بعد تألقه في الآونة الأخيرة مع ناديه اليوناني أولمبياكوس. واختتم المصدر نفسه أن الكعبي رفع حظوظه لكي يكون من بين اللاعبين المرشحين لحضور نهائيات كأس أفريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة في الكوت ديفوار. تألق لاعبين مغاربة في الدوري الفرنسي، حيث ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثامنة كل من أشرف حكيمي وأمين حارث. حكيمي سجل هدفا جديدا في الدوري، فيما يستمر حارث في أداء متميز مع مارسيليا. شكرا لمشاهدتكم ونلتقي في الفيديو القادم.